هذا هو هذا. شوف تلقينا حيط شنو نفرقعوا ندخلوا نسكنوا ما ملي خرجنا حنايا تندوروا ندور دروا ما فهمنا حتى لعبه وحق الله العظيم. سيدنا عطي الترميم ما عطيش الهدم، هذه راه التاريخ ديالها 1338 ميلاديه، راه التاريخ عنده ماشي تريب. عطينا حيت جاتهم غاليه في البيتجي 120 مليون باش تصلح، ما بغاوش يصلحوها، هذه الدوله ما بغاتش تصلحها حيت جاتها في البيتجي 120 مليون. غير ريبو صيفطوا لنا باش نريبو لكم الدار، من غير ريبو نحن في غير نمشيو، حنا دايرين معنا الاصلاح غنصلحوا ونرجعوا. ولكن فيما يخص الاصلاح كاع اما تصلح ولا اما تطيح. علاش؟ لاننا حنا مضرورين منها، ملي غطيح علينا حنايا راه ما كاينش اللي غيعرفنا. السلام عليكم. خويا حنايا من الساكنه ديال 21 معنينو، كنا ساكنين في هذه الدار هذه اللي تنتواجد فيها دابا. جات السلطات في 2000 في شهر 12 في 2020 خرجتنا منها باش ترمم منها، درنا التزام ديال 6 شهور باش ترمم، ما رمموهاش في ديك 6 شهور. عاوتاني قال لك دير التزام اخر، درنا معاهم التزام اخر، تنستافدوا معاهم شويه حبسوا الكرا، شويه دابا تنتفاجئوا هذا الصباح جايين باغيين يريبوها، لاحونا حنا الحم وعظم ما تسوقوا لنا كاع، ما عرفونا كاع واش كاينين ولا ما كاينينش، حنا خمسه د العائلات في هذا الدار. هادو موالي جاو بغاو يريبوها، حنا خرجتنا السلطه ودابا موالي جاو بغاو يريبوها. ما علمونا ما عيطوا لحد، ملي تمشيو حنا عندهم تيقول لك راه باقي 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 ليومنا هذا، ملي تنتفاجئوا في الصباح تتلقاهم جايبين العود باغيين يريبوك. ما جات لا سلطه معاهم ما جات حتى شي حاجه. وسيدنا عطي الترميم ما عطيش الهدم، هذه راه التاريخ ديالها 1338 ميلاديه، راه التاريخ عنده ماشي تريب. عطينا حيت جاتهم غاليه في البيتجي 120 مليون باش تصلح، ما بغاوش يصلحوها، هذه الدولة ما بغاتش تصلحها حيت جاتها في البيتجي 120 مليون، وحنا كأنا كمقاول في الرباط صلحت ديور في ملاح الرباط 350 مليون ب 400 مليون صلحتهم أنا مع الشركة أناطر وداك الشيء أنا صلحتهم، وتجي لهنا بيتجي ديال 120 مليون تقول لي لا ما نصلحوهاش، ولاحونا حنا خمسة العائلات. المطالب ديالنا شوفوا قالوا لنا تصلحوا، علاش يخرجونا نبلوا لا تصلحوا وترجعوا لمحلكم تسكنوا. شويه ما تنتفاجئوا ما كاين لا اصلاح لا والو، شويه قال لك حبسوا بلاتي تنشوفوا الميزانيه الثانيه، شويه تنقولوا لنا راه مولين الدار جايين يريبوها. حنا اش عندنا علاقه بمولين الدار؟ ما عندناش علاقه بهم، حيت مولين الدار واقع حكموا عليهم باش يصلحوها من مالهم الخاص، ما بغاوش حيت لاباس عليهم مولين الدار، وحنا يلوحونا خمسه د العائلات يلوحونا وما يمكنش. السلام عليكم خويا. حنا ساكنين فتح بوسه، ساكنين في زنقة المعنينو. كان جا القايد ومقدم باش يخرجونا منا، قلنا غنصلحوا لكم، خرجنا عامين عطاونا كيعطونا ديك 36 28. في الاخر صافي قطعوها علينا، ملي كنمشيو ونجيو كيقول لك حكا سيروا حتى نشوفوا اش غنديروا معاكم. في الاخر اكتشفنا بلي جايين يريبونا، يعني ما دار معنا حتى شي حل، كنمشيو ونجيو سيروا حتى نشوفوا اش غنديروا معاكم، سيروا هادي وسيروا هادي، غنعيط لكم مولين الدار تفاهموا معاكم، ما تفاهموا معنا مولين الدار. راه صيفطهم القايد، القايد ولا المخدم ولا صيفطهم قال لك حكا غير ريبو، راه جاو صيفطونا باش نريبو لكم الدار، من غير ريبو نحن فين غنمشيو؟ حنا دايرين معنا الاصلاح غنصلحوا ونرجعوا. ما صلحوا لنا ما رجعونا ما عطاونا، وكاري ب 1000 درهم وخدامه غير في الديور. يعني ما عنديش شي خلصه رسميه ولا، ودابا حنا بغينا مديرو معنا غير شي حل. اخر مره مشينا عند واسم قال لك هكا راه غنعيط مالي نطار غنتفاهم معاه، تفاهموا معاه، ما عيط مالي نطار ما تفاهموا معاه ما والو، غير كيديونا يورطونا. شنو اللي كاين اخويا؟ شنو هو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا حنا يصلحوا لنا، يصلحوا لنا رجعوا ليونا ولا يديروا معنا حل. السلام عليكم. انا من هذه الساكنه ديال الدار هذه كنا ساكنين فيها، كان طرا لي واحد المشكل، مشيت جيت لقيت مولين الدار ما كاينينش، مي سولتهم علاش فين كاين المشكل قال لك راه الدار عايره سقوط، راه الناس قال لك يصلحوها ويعوضوهم شي تعاون، عطاهم واحد البركه واحد الايام شويه قطعوا عليهم ما عليناش. دابا سيدي جاو قال لك بغاو يطيحوا الدار، ما داروا معنا والو، ما داروا حتى شي حاجه، ما فهمنا والو في هذا الشيء. ودابا راه شنو نقول لك؟ دابا راه 15 عام ولا 20 عام حنا ساكنين هنا، راه بخوتنا وبولادنا. قلت لك دخلت عقوبه سجنيه خرجتي لقيت الدار مسكين. وهذا هو المشكل، هذا هو هذا. شوف انت لقينا حيط شنو نفرقعوا ندخلوا نسكنوا، ما ملي خرجنا وحنايا تندوروا ندردروا ما فهمنا حتى لعبه وحق الله العظيم، ما فهمت حتى لعبه فاش ما داروا معنا حتى شي حاجه. هاد الناس هادو ما نعرف، ما عرفنا دابا عاد من نمشيو معاه من نهضروا معاه من لا حول ولا قوه الا بالله. شحال من عائله في الدار؟ وحنا راه شي 9 الخرق، احنا راه 9 الخرق.
ما احنا تقريبا ساكنين. تنقول لك انا شي 15 عام ولا 20 عام وحنا هنا. السلام عليكم. حنا كنا ساكنين من 2020 شهر 12 خرجونا الدار الثانية معنينو. دابا ما قالك غير يبوها وحنا ما عندناش فين نمشيو. شحال عام نتوما ساكنين؟ 2020 شهر 12 2020 باش خرجونا. طيب شحال نتوما ساكنين؟ هنايا 26 عام 26 عام 28 عام 30 عام باش كنا هنايا ساكنين هنايا. ما يمكنناش يجريو علينا هكاك بلا سبب، وكانوا دعاونا وداك الشيء وخدنا المحامي حقنا ورجعنا للدار ديالنا. وخذوا شنو السبب يخليكم تخرجوا؟ اه قالوا لنا غادي يرموا لينا وغيرجعوا ترجعوا لديوركم عادي. شويه لقينا راسنا رحنا في الزنقه. شنو المطالب ديالكم؟ اه مطالب ديالكم طلب ديالنا التعويضات ولا يرجعوا لنا لدارنا. انا جاره هنايا وساكنه وتربيت هنايا في هاد الدار هادي وتربيت في هاد، وهاد الناس كانوا معنا قديم. المهم رحلوا ومشاو لدار اخرى. منين رحلوا ومشاو لدار اخرى عطاوها للسمسار. السمسار كراها. لا كانوا الناس مضرورين، انا ماشي جد عباد الله زعما العكس ديالهم. لا كانوا مضرورين الكراي وما عطاوهمش حقهم، يعطيوهم حقهم، ولكن فيما يخص الاصلاح كعسى اما تصلح ولا اما تطيح. علاش؟ لاننا حنا مضرورين منها. ملي غطيح علينا حنايا راه ما كاينش اللي غيعرفنا. غتهرس لنا حنا هاد الدار الصغيره كلها غتهرس. هذا من جهه اللي واقفين هنا تعرفيهم؟ كنعرف عزيزه بن الجيره، وهذيك السيده دابا اللي قالت كانت كاريه هنا ما عقلتش عليها، ما كذبش عليها، وهذا كنعقل عليها هو. هذا الود من الكاسكيطه. دوك هاد الناس كلهم كانوا ساكنين هنا الحاجه. حتى هذاك. دوك هاد الناس كانوا ساكنين تما الحاجه. ولا السيده ما عقلتش عليها. يعني هادو الجيران ديالك كانوا جيران ديالنا؟ جيران ديالنا، جيران ديالنا بعدا بالخصوص سفيان، خلي سفيان هذا سفيان وذاك السيد والسيده اللي كانت خفات عليا الله عالم. شحال تقريبا من عام هما ها؟ شحال من عام هما ساكنين تما كاين؟ شحال من عام ولكن راه الاسم شحال من عام هما ساكنين تما؟ هاد الجيران صافي لونطو. هذا سفيان راه خير الله هو ساكن هنا، وهذاك السيد حتى هو كان هنايا، ولكن كخصو يديروا معاهم فصال حقيقة. ما نقولش انا ماشي ضد عباد الله، لا، هي انا المشكل عندي ملي كتخرج الخدامة طحت على التريد ديال تحت الطرف. هذاك الطرف كون كان شات البنيته ضحيه غادي يدعوني انا، وغادي نولي في المحاكم علاش جبتي المراه تخدم لك وهي ماتت بنتها عندك. فهمتي؟ دابا سيروا معايا حتى انا في النظام. هذه قضيه لا يعقل لها، دار اهله للسقوط كخسر طيح، ولا اما خصهم ليها يجيو يضربوا فيها في الكد وتصلح. صافي انا هادو جوج حوايجات اللي كنطلب. واش هادشي معقول ولا ماشي معقول؟ صلات عندي كانت غطيح طيح ويرضيو عباد الله. صافي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.